هنروح لتنس الطاوله، والحدث الاهم النهارده تنس الطاوله سيدات فازوا بلقب او فزنا بلقب البطوله العربيه للمره 19 في تاريخنا. طبعا انجاز كبير، دي لحظات وصول البعثه النهارده في مطار القاهره. فزنا بعد طبعا بالبطوله بعد ما فزنا في النهائي على غاز الجنوب العراقي بنتيجه 3-0. فريقنا بيضم طبعا نادين الدولتلي، مروه هشام الهضيبي، مريم هشام الهضيبي، وساره عبد العزيز، وهنا جوده، والمحترفه الرومانيه اليزابيتا سماره اللي لعبت طبعا مع رومانيا في اولمبياد طوكيو 2020. فرقتنا لسه واصله القاهره من دقائق زي ما قلت لحضراتكم من الاردن، ومعاهم اللقب ال 19. خليني اقول لكم ان السنه فاتت احنا ما خدناش اللقب، ولكن السنه دي نجحنا ناخد اللقب. بالتالي في مجموعه من اللقاءات احنا جهزناهم، جاهزين يا جماعه اللقاءات، لسه مش جاهزه اللقاءات، بس دي الحقيقه يعني لقطات من طبعا دي من دقائق معدوده، يعني لحظه وصول البعثه. وزي ما حضراتكم عارفين طبعا ان طبعا يعني زي ما حضراتكم عارفين ان تنس الطاوله سيدات زي ما قلت لكم السنه اللي فاتت ما خدناش، السنه دي خدناها، فده انجاز كبير جدا. وخدنا تصريح من نادين الدولتلي اللي هي كابتن الفريق طبعا، قالت لك ان طبعا فريق تنس الطاوله بالنادي الاهلي قالت انها سعيده جدا بالفوز بلقب البطوله العربيه للانديه بعد الفوز على فريق غاز الجنوب العراقي 3-0، واكدت ان فريقنا قدم مستوى هايل في البطوله ونجح في الفوز بيها عن جداره واستحقاق، وقالت ان اللاعبات تعهدوا على الفوز بالبطوله وكان في تركيز كبير منهم، والدليل على كده اننا قدرنا نفوز بكل ماتشاتنا 3-0، والشوط الوحيد اللي خسرناه كان من فريق غاز الجنوب العراقي في دوري المجموعات، ولما قابلناه في النهائي كسبنا 3-0. واشادت بدور الجهاز الفني بقياده الكابتن اشرف الفتاح واللي قدر انه يجهز الفريق باحسن شكل، وكمان شكرت مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب على دعمه المتواصل للفريق، وقدرنا اننا نجيب محترفه مميزه زي الرومانيه سماره واللي قدمت معانا مستوى كويس جدا، وكمان كابتن محمود الخطيب كان حريص على التواصل معاهم خلال البطوله، واكيد كمان هناهم بعد البطوله.